طب هذا التقدم الأوكراني في خيرسون كيف تراه، خاصة ونحن نتابع تقهقر للقوات الروسية، طلب من السلطات الموالية لروسيا في خيرسون من قبل السكان والمدنيين بالنزوح والخروج خارج المدينة؟ بماذا تعلق على هذا الأمر وكيف تتابعه؟ المطالبة بخروج المدنيين بشكل عام في مناطق الاقتتال أيا كانت أعتقد بأنها مهمة يعني إنسانية بالدرجة الأولى، لكن حتى وإن طالب الجانب الروسي بذلك لا أعتقد ذلك مطلقا، وإنما هنالك الكثير من المناطق التي كان يسيطر عليها الجيش الروسي أثبتت أن هنالك مناطق أو عفوا مورست جرائم، وهنالك مجازر جماعية قد تمت، وهنالك مقابر جماعية قد دفن فيها الكثير من المدنيين الأوكرانيين. لذلك أعتقد بأن المسألة الإنسانية هي ليست من مفاهيم الجيش الروسي أو ضمن عقيدة الجيش الروسي، وإنما هي مجرد استخدامها بروباغندا من أجل توريد من أجل توجيه الاتهامات إلى الجانب الأوكراني بأنه قد قام بتنفيذ تلك العمليات أو الهجمات الصاروخية تجاه تلك الأهداف. لكن حقيقة الأمر إذا ما تحدثنا بخصوص مدى التكنولوجيا المستخدمة لدى الجيش الأوكراني، فبالنسبة لتحقيق الأهداف أعتقد بأنها أسلحة عالية الدقة، وهذا ما أثبته حتى المحللين العسكريين الروس يؤكدون على أن هنالك قدرة عسكرية قتالية لدى الجيش الأوكراني تفاجأ بها الجيش الروسي. كذلك أيضا الجانب الآخر الجانب الروسي كعملية استهداف، يعني هنالك الكثير من الصواريخ التي باتت تعلن عنها صباح ومساء الجيش الروسي كصواريخ كاليبر التي استخدمها سواء كان من خلال البحر أو حتى من خلال يعني الأجواء يعني من خلال الجغرافيا الروسية، لم تثبت فعاليتها وسقط الكثير منها في غير الهدف الموجه إليه. كذلك أيضا الجانب الأوكراني في حال استهدافه، يعني هنالك استهداف لإحدى القطع البحرية وأبرزها موسكافا الذي تم استهدافه من خلال صاروخ أرض بحر وتم إغراقه بشكل كامل والعديد من القطع البحرية.